بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الأول الابتدائي مدارس المنتزه الخاصة، معاكم ميس وفاء عبد القادر. إن شاء الله النهاردة عندنا تدريبات متنوعة. إن شاء الله يا أولاد النهاردة عندنا تدريبات على ضمائر المخاطب. مين ضمائر المخاطب؟ ضمائر المخاطب عندي أنت اللي عليها فتحة على التاء، ضمير مخاطب للمفرد المذكر للولد. أنت ضمير مخاطب للمفردة المؤنثة بنت. أنت للمذكر وأنت للمؤنث. زي إيه الأمثلة بتاعتي؟ أنت ولد مهذب، أنت فتاة مهذبة، أنت مهندس بارع. قال لي حول الجملة كما في المثال. قال لي إيه؟ أنا أعبر عن نفسي. دي ضمائر إيه؟ دي ضمائر المتكلم أنا. قال لي أخليها زي إيه؟ ضمائر مخاطب. أنا خلاها أنت. أنا أعبر عن نفسي بقت أنت تعبر عن نفسك. أنا أشرب اللبن، أقوله إيه؟ أنت تشرب اللبن. أنا أحترم الجميع، يبقى إيه؟ أنت تحترم الجميع. الفعل اللي بعديها اللي هو أشرب وأحترم اتغير. أنا أحب أمي، أقوله إيه؟ أنت تحب أمك. التدريب اللي بعد كده يا بنات بيقول لي ضع ضمير مخاطب مناسب. أنت وأنتي. واحد، ولد مفكر. ولد ده مذكر يا ميس، ياخد أنت ولد مفكر. اتنين، تلميذ نشيط، ياخد أنت تلميذ نشيط. مهندس بارع، ياخد أنت مهندس بارع. فتاة مجتهدة، أنت فتاة مجتهدة. معلمة نشيطة، أنت معلمة نشيطة. عامل النشيط، ياخد إيه؟ أنت عامل نشيط. بعد كده التدريب بيقول لي رتب الكلمات وكون جملة مفيدة. ولد، أنت مفكر، أقول له أنت ولد مفكر. بدأنا بإيه؟ بإيه؟ أداة المخاطب، ضمير المخاطب اللي هو أنت. متعاونة، أنت فتاة، أقول لها إيه؟ أنت فتاة متعاونة. مهذب، أنت ولد، أقول له أنت ولد مهذب. عندنا يا أولاد التدريب ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالفتحة. عندي زهرة، غزالا، برج، كتكوتا، قلما. عندي زهرة فيها تنوين بالفتحة أحط عليها دائرة، وغزالا عليها دائرة، كتكوتا وإيه؟ وقلما، أحط عليهم إيه؟ دائرة عشان فيهم تنوين بالفتحة. طيب نون الكلمات بالفتحة. كلمة سماء، سماء لما احط لها تنوين بالفتحه مش هزود لها يا اولاد الالف، هحط التنوين عليها يبقى سماء. قمر، هزود لها الف في التنوين بالفتحه يبقى قمرا. حبل، حبلا، يبقى احط الف ازود الف فين؟ بالتنوين بالفتحه. كلمه نبأ دي هحط التنوين عليها على ايه؟ حرف هنا الالف، اقول له نبأ. قلم، قلما، هزود لها هنا الف عليها تنوين. كتاب، كتابا. في التنوين بالفتحة بالذات الكلمة، أسأل الكلمة أنت أخرك تاء مربوطة ولا همزة قبلها ألف؟ دول بالذات يا أولاد ما يتحطش عليهم إيه؟ ألف في التنوين بالفتحة. يتحط التنوين على التاء المربوطة على طول، ويتحط التنوين على إيه؟ الهمزة. لأن في كلمات بيزيد لها الألف اللي عليها تنوين بالفتحة، بتزيد عليها ألف، زي قلم، قلما، وحبل، حبلا. دول اللي حط لهم إيه؟ ألف وعليها تنوين بالفتحة يا أولاد. ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من التدريب على التنوين النهاردة وضمائر المخاطب.